النهارده يا جماعه احنا عندنا قافله طبيه اللي احنا عاملينها جمعيه عسليه يا جماعه، عصام باطني اطفال سنان عيون كل حاجه. الكشف 10 جنيه. ايه 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 تاني يا معلمه؟ الكشف 10 جنيه. النهارده عندك ايه؟ القافله الطبيه عندنا الكشف 10 جنيه للمجموعه اللي عندنا. في ايه بقى الكشف؟ في ايه؟ في كشف ايه النهارده؟ باطني وعيون وسنان واطفال ايه بقى جمعية عسلية للأعمال الخيرية دي؟ خلاص اديله بقى المايك، اديله بقى المايك، قولي لي بقى ايه القصة؟ عرفينا أكتر، اتفضلي قولي لي أكتر ايه اللي حصل النهاردة وبدأت إمتى وال بدأت الساعة 5 الفجر احنا صاحيين كده. شغالين بالمجموعة اللي معانا كلهم موجودين الدكاترة. وكل واقف معانا واتحدنا هنا والفساتين الامام عاملين بجميع منصور كل حاجه. كل حاجه حتى الاجهزه والسونار والاشعاعات اللي هي على العظم ودكتور العظام وعيون واسنان وكل حاجه. كل حاجه وباطنة. خليه في البحر. طب قولي لي يا معلمه اتعملت قبل كده ولا دي اول مره؟ لا عملناها كذا مره طبعا يا استاذ هاني. عارف اللي احنا اساسا للناس وبالناس. بالناس وبالناس. عملتيها امتى كذا مره تقريبا؟ دي العربيه بتاعت الكشف قافله. بتعمل كام مره في الشهر يا معلم؟ لا هي مره كل شهر هنعملها باذن الله، مره كل شهر. طب من الساعه كام بدا ال احنا صاحيين من امبارح اساسا كلنا المجموعه ما نمتش اساسا. كل المجموعه كلها ما فيش حد نايم، كل المجموعه تعالى كل تعالى. قولي لي طب التفاصيل بتاعت النهارده ويعني الناس والاقبال كان عامل ازاي والتفاصيل كتير. الناس اللي عملت نظارات كمان عملنا لهم نظارات وكشف على العين وكشف على كل حاجه. كشف على العين وباطني واسنان اللي خلعنا له اسنان وعيون وكل حاجه. ارتباط اسم عسليه باعمال الخير، بدات تعملي جمعيه وبعد كده بيبقى فيها انشطه. طبعا ده جميع الانشطه. بقى كلمنا معلمه قولي كل الانشطه. انت عارف جميع الانشطه عندنا عاملين ايه؟ كل الانشطه عندنا ومشاكل بنحلها ودنيا وفي حاجات كتيره ان احنا كل الناس بتقف معانا باذن الله فيها وحاطين ايدينا في ايدين بعض اللي احنا بنقول احنا للناس وبالناس. بيلقبوني بيقول لي الهرم الرابع فاهمني، سيده المساكين، جبل الصامت فاهمني، نهر الخير. وكل واحد ملقبني باللي ايه اللي هو عايزه واحنا برضه للناس الغلابه. مين المعلمه عسليه اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا والناس كلها بتحبها؟ عرفيني بيها اكتر. الحمد لله عسليه دي واحده تعتبر يعني اقل الناس، مش هقول لك ازيد الناس قد كده، ربنا جعلها سبب للناس كلها بكل حاجه. انت معاكي برضو جروب معاه ونتعرف بيهم. مساء الورد، ازي حضرتك؟ اتعرف بيك على صوتك، معلش قرب شويه. فضل المستشار محمد نصر، يا اهلا بيك. النهارده قول لنا اكتر عن الجمعيه وتفاصيلها. والله هي الجمعيه اصلا جمعيه قائمه على الخير. لا على المبادره قصدي بتاعت الكشف المجاني. يعني اتكلم على الاسم الاساسي، اصلا الجمعيه قائمه على الخير، هي جمعيه خيريه قائمه على الخير. كل شغلها الخير. من ضمن دي واحده من الفعاليات الكتير اللي في الجمعيه. من الخدمات. يعني حاجه واحده من ضمن الفعاليات الكتير اللي بنعملها، اذا كان دي نحو الاميه او خدمات الصحه او خدمات التعليم. أيوه. حاجات كتير. طب اكتر حاجه بقى بالخدمات بتقدموها وبتلمس الناس كانت ايه تقريبا؟ هو كده كده بالنسبه للناس، الناس محتاجه رقم واحد الاهتمام والصحه. رقم اثنين موضوع البطاله. في خدمات بتعملوها البطاله؟ طبعا. زي ايه يا معلمه؟ بنقدم الشغل للناس، الناس كلها بتجي لنا للشغل ومعانا شركات. في مواصفات توظيفيه بتتعمل وفي شركات داخلالي لاسم عسليه بتبقى بتقول لي دم احنا عندنا وظايف خاليه وكده، لما انا كنت بطلع وبقول عايزين الناس كلها تتوظف والناس كلها تقبل. طيب هي بدات الساعه كام؟ انا اتعرف بحضرتك. عباس الشافعي، حزب تحرير مصر، مساعد امين التنظيم. القافله النهارده بدات من الساعه 10 الصبح وزي ما حضرتك شايف لسه خلصانه. اللي كان فيها خدمات ايه؟ عيون، عظام، بطنه، اطفال، تخصصات، نساء، وانفوز. الكشف كان بكام النهارده؟ الكشف كان ب 10 جنيه. كان الاقبال شديد ولا؟ الحمد لله. طيب خلينا برضو مع الجروب ده كله بيتعاون للخير ولخدمه الناس في
هنا في السيدة عيشة بس ولا في أماكن أخرى؟ لا احنا كنا في الإمام الشافعي والتاني. تراب اليهود والسيدة عيشة كانت قبل كده السيدة عيشة. احنا بنروح للناس كلها لأن أنت عارف الجمعية بتاعتي مش عسلان الإمام بس أو ناس الإمام بس. احنا فاعلين الناس كلها بتجينا من جميع كل الدنيا بتتحد فيها. ليه؟ لأن الناس بتجينا من جميع كل حاجة. برضو معايا اسامه. ازيك يا عم اسامه؟ عامل ايه الاخبار؟ ايه صحيته بدري النهارده بقى؟ من الساعه كام؟ علي صوتك. من الساعه 10 الصبح قافله شغاله واحنا من امبارح بنجهز ما نمناش يعني. طب الكوادر اللي موجوده بقى مع يعني دول جزء ولا في ناس ثانيه بتخدم في الموضوع؟ كلهم طبعا قافلين على جزء ثاني. خدمات معاونه كل واحد عليه حق. استاذة سيام طبعا انت عارفها طبعا. طبعا الاعلامية برضو جاية صاحية معانا من امبارح. استاذة عبير برضو واقفة معانا. كل دولت استاذ عباس شيماء يا جماعة طبعا. طيب المعلمة اللي اكتر الخدمات اللي بتطلب ايه في المكان؟ ايه؟ اكتر الخدمات اللي بتطلب منكم كل ايه؟ كل حاجة. لا اكترها يعني. كل حاجه العلاج بتاع الناس اكتر حاجه اللي احنا بنطلب واحنا بنحاول اللي احنا نوفيه. الناس كلها بجميع كل حاجه. الدكاتره اللي هم واقفين معانا الله يبارك لهم وبيتنقلوا معانا اللي هي الايه واقفين للخير اللي هي مصر. وهم بتكفى اللي هم نازلين من فوق جميع الدكاتره اللي هم للناس الغلابه معانا. ونازلين واقفين بجهدهم بصراحه في الحر وفي الشمس وفي كل حاجه. واحنا نزلنا هنا على عمر برضو. عنده هنا. فاهمني انت ازاي؟ طبعا هو عمر منظم الدنيا هنا. ازيك يا عمر عامل ايه؟ قول لي العدد كان كتير النهارده؟ الحمد لله النهارده الناس كانت كتيره. ربنا قدرنا برضو يعني نساعد كمان وكمان معاهم. يا رب دايما يقدركم وكل واحد حط برضو ايديه في الخير ربنا يقدره يعني. الناس كلها هنا طبعا بتخدم. برضو الاستاذ سام برضو كان بيتكلم. استاذ هاني انا بشكر حضرتك طبعا وبحييك على الدخله الجميله دي وبحيي كل الساده المشاهدين. بحيي ماما عسليه بصراحه الجمال كله. النهارده كانت اجمل مبادره في الخير، مبادره فعلا ضد الغلاء بتكسر الغلاء، مبادره يعني بتفيد كل الفئات في المجتمع. عايزه اقول ان دول اهالينا بجد والنهارده كانت واقفه في ظهرهم بتقولهم وانا معاكم وانا جنبكم وانا سند ليكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. النهارده كانت المبادره قائمه على كشف بسيط جدا ب 10 جنيه. طبعا العلاج كان ببلاش كمان في ان العلاج اللي من بره كان بيحصل فيه خصم والخصم كان كبير جدا. الحمد لله بفضل الله كان في 15% خصم و13% الحمد لله على المشتات اللي من بره. فالاقبال كان شديد وطبعا زي ما انت شايف يعني ما فيش حتى الاطفال نفسها يعني بص اقبال بجد يعني الحمد لله بفضل الله وده نجاح ليها ونجاح للشعب المصري كله. بشكر وبحيي طبعا الجند الخفي الاطباء اللي هم ملائكه الرحمه طبعا دول دايما في الاول وفي الاخر انا بشكرهم على دعمهم لينا ووقفتهم ومساندتهم للشعب المصري ودايما بنقول تحيا مصر العسليه. شكرا.